في مجتمعنا بيستحي الراجل انه يغازل زوجته قدام اطفاله، لكن بيضربها قدامهم عادي. في مجتمعنا الزوجة ما بتقدر تستأمن زوجها على سر بخص أسرتها، لأنه بيجي يوم من الأيام وحيعايرها بيه. في مجتمعنا بنستحي من الحب وبنجاهر بالكراهية وبنعتبر الاحتيال شطارة والأمانة تفاهة. في وطني تباع الكتب على أرصفة الطريق محملة بالغبار، وتباع الأحذية في محلات مكيفة وتمسح كل يوم، فسلام على أمة إقرأ. في مجتمعنا في 5 حاجات بيحفظوها الرجال: الرجال قوامون على النساء، ومتنى وثلاث ورباع، وإن كيدهن عظيم، وللذكر مثل حظ الأنثيين، والنساء ناقصات عقل ودين. في مجتمعنا 5 بينساها الرجال: خيركم خير لأهلي، ورفقا بالقوارير، واستوصوا بالنساء خير، وما أكرم النساء إلا الكريم، وما أهانهن إلا اللئيم، ولن تعدلوا ولو حرصتم. في وطني الحب حرام والسب حلال، العادات واجبة، العبادات جائزة، المرأة عورة، الرجل سلطة، الواثق مغرور، الموهبة يجب أن تدفن. في وطني يستشهد بائع الزهور ويموت الأطفال، ويجرح كل رجل مستقيم، ويعتقل بائع الخضار. كل الباعة في وطني مستهدفين، إلا باعة الوطن فهم بالأمن والنعم مترفون. في الأوطان يموت من لا يستحق الموت، في الأوطان يموت من لا يستحق الموت، على يدي من لا يستحق الحياة. بقى في دم وبقى في قتل وبقى في اختصاص. في بعض الأوطان تمتلئ صدور الأبطال بالرصاص، وتمتلئ بطون الخونة بالمال، وأنا أقول وطني ولا ملئ بطني، وأنا أقول وطني لا ملئ بطني.